مساء الخير الجميع، وإن شاء الله الجميع يكون بخير. بهذا الفيديو راح يكون حديثنا حول شو هي الريدي ميثل اللي بتساعدني للتعبير عن الفخر والكبرياء. لكن مو دائما لما أكون فخور دائما دائما تستخدم بوجه سلبي إيجابي، ممكن أن يستخدم الكبرياء بوجه سلبي. بنقول كبرياء منعه من الاعتذار، هون الوجه سلبي. شتولتز هون هي صفة وقد تكون اسم دير شتولتز. نحن في المستوى بي اينز بيتس فاي حاولت انه تكون غالبية الجمل من الحياة اليومية، في اخر الفيديو بعض الجمل اللي فيها تراكيب مختلفة شوي. اذا عنا ريدي مثل قسمناه تقسيم يساعدنا على التعامل مع هاي الفكرة. ايش بن شتولتز داغاوف؟ هاي اشهر تركيب ممكن يستخدم بهذا المجال، هو ابسط تركيب. انا فخور، وهون داغاوف بشو رح تكون فخور؟ ليش شو رح تكون فخور؟ رح يجي بعد الفاصلة. القناة اسمها دوج است اين تشانس. دائما نتمنى على جميع الزميلات والزملاء دعمنا، دعمكم كثير مهم من خلال اللي ما اشترك يشترك بالقناة، النشر والتعليقات والاقتراحات، ولكم كل الشكر سلفا. بهذا السلايد رح نتحدث حول ان الواحد بيكون فخور بجنسيته. ايش بن شون شتولتز داغاوف اغابا سوزاي. انا فخور ان اكون عربيا. طبعا حطيناها عربيا كمثال حاليا، لكن هون شون تفيد التأكيد. واحد بيقول لي كون انت فخور انك عربي، رح اجاوبه اي فخور اني عربي. هون بهذا المعنى ايش بن شون شتولتز داغاوف اغابا سوزاي. لكن لما يكون في افعال خارجة عن المنطق من عربي فانا ما رح اكون يعني معه، هذا لا يعني ذلك. ابا ايش ايدنتيفيتسير مش نشت مدين، حطينا فراغ غبن. انا فخور باني عربي بس في افعال يقوم بها بعض العرب انا لست معني بها. هون حطيت مثال للمثال راديكالن كروبن ابا ايش ايدنتيفيتسير مش الفعل زيك ايدنتيفيتسير عرف نفسه، بيقول عرف نفسه بانه كذا، وصف نفسه بانه هو كذا. انا ما بعرف نفسي على اني من هالمجموعات، المجموعات المتطرفه. نشت مت دين راديكالن كروبن. طبعا بالفراغ ممكن نحط افكار اخرى. سواء الالماني الاصيل او الالماني الشخص اللي حصل على جنسيه المانيه ممكن يقول ايش بين شتولتز داغاوف دويتشا سوزاين. انا فخور ان اكون المانيا. اذا ربطنا الفكره الاولى بموضوع الجنسيه. لكن التركيب الاول متصل ب موضوعنا اليوم auf jemanden jemanden akkusativ stolz sein. رح نشوف المثال انه انا بكون فخور بشخص معين. هون الفكره ich bin stolz auf dich، يعني انا فخور بك او بك. بنقول ich bin stolz auf dich meine Tochter، انا فخور بك يا بنتي. مثلا Ich bin stolz darauf, Sie kennengelernt zu haben. يعني أنا فخور أني تعرفت لحضرتك أو لحضراتكم. Kennengelernt zu haben. تعرفت لحضراتكم. Der Vater ist stolz auf seinen Sohn. الأب يكون فخورا بابنه. Der Vater ist stolz auf seinen Sohn. هون أكوزاتيف. ممكن نحط السبب. Der Vater ist stolz auf seinen Sohn, weil er gute Noten bekommen hat. لأنه حصل على علامات جيدة. Der Vater ist stolz auf die Noten von seinem Sohn. هون صارت حول أشياء.
بالأول حول شخص رح نشوفه بعد شوي. الأب يكون فخورا بعلامات ابنه، علامات اللي حصلها ابنه. التركيب الآخر بالأول auf jemanden stolz sein، هلا auf etwas stolz sein، كمان رح أكون فخور بأشياء معينة. Ich bin stolz auf meine Ergebnisse، أنا فخور بنتائجي. Meine Ergebnisse akkusativ، وهي هون حرف الجر auf. Der Vater ist stolz auf die Arbeit von seinem Kind، يعني الأب فخور بعمل ابنه. وهو تحتمل تأويلات لكن أخذنا الشكل العام. Die Arbeit von seinem Kind. فون طبعا داتيب وهون داتيب. Ich bin schon stolz darauf. رجعنا لشون. Dass wir es geschafft haben. هون بتحتمل واحد من مجموعة فخور بأنه أنجزنا هذا الشيء، هو شايفه أنه أقل مما يجب. وأنا جاوبته Ich bin schon stolz. نعم أنا فخور. Ich bin schon stolz darauf. Dass wir es geschafft haben. أنه أنجزنا، حققنا ذلك. نجحنا بمشروع معين مثلا. Aus deinen ganzen Leistungen. واحد عم يسأل واحد تاني، قال له من كل الشيء اللي اشتغلته اللي عملته اللي أنجزته بشو أنت أكثر شيء فخور؟ Aus deinen ganzen Leistungen لحالك. Worauf bist du am meisten stolz؟ شو اللي أكثر شيء فخور فيه؟ Worauf bist du am meisten stolz. Auf etwas stolz sein können. كان عنا jemanden وعنا etwas لكن sein. هلا auf etwas stolz sein können. Du kannst darauf stolz sein. عنا können وعنا sein. Das Studium in der Regelzeit geschafft zu haben. انك تكون يعني تستطيع ان تكون فخور بانك خلصت الدراسة الجامعية ضمن الوقت المحدد. Regelzeit يعني الوقت النظامي تبع الجامعة. Das Studium in der Regelzeit geschafft zu haben. Arzt zu sein ist etwas, worauf man stolz sein kann. نحن عم نتحدث عن sein können. يعني أن تكون طبيب هو شيء worauf man stolz sein kann. بالعامة منقول يعني انك تكون طبيب شيء بيخليك تفتخر، بيخليك بيجعل بامكانك ان تفتخر. او من اولى بشكل اخر يعني تستطيع، بيحق لك انك تفتخر، تستطيع ان تفتخر ان تكون بانك انت طبيب، شيء حلو يعني. طبعا هذا مثال ليس بالضروره يعني هو المثال هو الحقيقه الكامله. Arzt zu sein ist etwas worauf man stolz sein kann. Wir können darauf stolz sein, dass wir diese Krise überlebt haben. نستطيع أن نفخر يعني. Wir können darauf stolz sein, dass wir diese Krise überlebt haben. أن استطعنا أن نبقى يعني حققنا البقاء بوجود هالأزمة، بمعنى تخطينا هذه الأزمة. überleben بمعنى überleben تستخدم بمعنى بقي على قيد الحياة، لكن هو تخطيناها.
هون الجمل فيها تركيب مثل ما قلنا ببداية الفيديو. Er ist einfach zu stolz, um sich zu entschuldigen. منقول بالعامي كبرياءه منعه من أن يعتذر. وتسو لما تضاف لصفة تعني السلب، شيء سلبي. كبرياءه لا يسمح له الاعتذار. ist einfach zu stolz, sich zu entschuldigen. هون stolz عنا اسم. Sein Stolz lässt ihn sich nicht entschuldigen. هون بمعنى القريب جدا من الجملة الأولى، يعني كبرياءه لم يسمح له بالاعتذار. Man sollte bei Diskussionen genau zuhören. يعني يتوجب على المرء بالنقاشات انه يصغي بشكل جيد. Zuhören. فاصلة. Nicht zu stolz sein. ان يكون يعني هيك كبرياء، ان يكون كبرياءه عالي. Und sich von Fakten überzeugen lassen. بمعنى أنه ما كبرياءك يمنعك من أنك تسمع الحقائق وتتقبلها. Nicht zu stolz sein und sich von Fakten überzeugen lassen. أنه إذا الكلام اللي عم ينقال بهالنقاش صحيح أنه تتقبله، هي حقائق، وإذا كانت فعلا حقائق أنك تتقبلها وتقتنع فيها. تترك المجال لنفسك أنه يناقش الأمر بعقل، وما تترك لكبريائك انه يمنعك من سماع الحقائق. Dein Stolz darf dich davon nicht abhalten. Abhalten بمعنى يمنع من. Dein Stolz darf dich davon nicht abhalten, die Wahrheit zu sagen. يعني لازم ما يمنعك كبريائك من انك تقول الحقيقة. Dein Stolz darf dich davon nicht abhalten, die Wahrheit zu sagen. مثل ما قلنا الجمل الأخيرة فيها شوية صعوبة. لهون ينتهي هذا الفيديو زميلات وزملاء. أتمنى أن يكون وضح الفكرة المتعلقة بهذا الموضوع. شكرا لاستماعكم، والله يعطيكم العافية.